اهلا بيكم اصدقائي المثقفين، انا دكتور طوحة. عمرك سالت نفسك ليه ابن البواب ما بيمرضش وابنك انت على طول تعبان، مع ان الجو على الكل؟ يعني اشمعنى هو زي القرد وانت ابنك كل شويه يجيله برد وبتاع وتخش بيه المستشفى؟ طب ليه؟ الحقيقه السؤال ده حير العلماء كتير، وانا نفسي احترت، وانا زيهم برضو. انا عامل قصدي عالم. يا دين امي يا دين امي. كنت في نبطشية طوارئ كده مع دكتور زميلي، جالي ثلاث بنات اخوات، قعدتهم كل واحد على سرير، جبت الدكتور عشان يكشف عليهم. حد يسألني امال انا بعمل ايه؟ هقول لك يا حبيبي هقول لك. المهم يعني الدكتور كشف عليهم وقال ان حاله من التهابات المعده الحاده ولازم بقى ياخدوا علاج وبتاع وكده. فقلت الطقس، يعني ايه الحاجه المشتركه اللي هتخلي ثلاث بنات في اعمار مختلفه ومتفاوته في نفس البيت يحصل لهم مشكله في البطن في نفس الساعه يعني؟ فقعدت افكر وقلت لا، الموضوع ده فيه ان يعني. المهم باباهم اول ما جه قلت له ايه يا حاج، في ايه؟ مش كده سايب البنات تاكل من الشارع وتتعب بتاع؟ قال لي لا والله يا ابني انا ما باكلهمش من الشارع خالص. قلت له امال ايه يا باشا، ايه اللي حصل دوت يعني؟ ايه فجاه كده؟ قال لي بص، انا رحت السوبر ماركت اجيب المايه اللي متعودين عليها كلنا. قلت له يعني ايه يعني؟ وايه علاقه المايه بالموضوع؟ انا رحت اجيب المايه من السوبر ماركت ما لقيتش النوع اللي احنا متعودين عليه، رحت جايب نوع تاني حطيته في الغساله قصدي في الثلاجه والعيال شربت منه، وهوب بعدها بساعتين ثلاثه حصل اللي انت شايفه ده. انا سبت كل حاجه وقعدت افكر كده، قعدت ما احنا عايشين انا انضف مايه بشربها يبقى طعم المجاري باين فيها. المهم بعيد عن الحقد الطبقي اللي انا عمال بقدمه ده، انا قعدت افكر وبعدين طب ايه برضو اشمعنى الناس دي كده؟ ما احنا بنشرب ميه من البلاعات وعادي يعني، ما فيش مشكله يعني. انا لسه اول امبارح لقيت كولدير فما شربتش من الحته اللي بتبقى في ظهر الكوبايه دي، لا شربت عادي والله مطرح الناس عادي الحمد لله ما حصلليش حاجه. المهم هل الموضوع يدعو للتامل ولا ما يدعوش؟ اقول لك انا بقى، انا اتاملت وقعدت كده قعدت افكر في الموضوع لحد ما طلعت بكذا استنتاج. اول استنتاج ان ولاد الاغنياء عكس ولاد الفقراء كل حاجة تقريبا، تلاقي ولاد الأغنياء بيعقموا ايديهم بصابون ديتول، أو والله يفضلوا بقى كل شوية نروح على الحوض واغسل ايديك، يا بابا اغسل ايديك قبل ما تاكل، يا بابا اغسل ايديك قبل ما تلعب، يا بابا اغسل ايديك قبل ما تخش، يا بابا اغسل بعد وقبله والكلام ده كله، ونضاف قوي قوي قوي. فأنا عرفت كده المشكلة ممكن تكون منين، أكيد في صابون ديتول، أكيد ما فيش حاجة غيرها، ما هي بتقتل 99.99 من الديتول يعني. أما بقى ولاد الفقراء بيلعبوا في الشارع في الطينة عادي عادي. أنا اللي شفت مرة بنت الجنايني قاعدة وهو صرصار كده معدي قدامها، صرصار فاهم؟ راحت اتخضيت، ايه يا بنتي اللي انت عملتيه ده؟ بس عادي بنت زي القرد اتجوزت دلوقتي وانا لسه. المهم يعني نتكلم جد بقى شوية، الطفل من ساعة ما بيتكون جوه بطن امه والعملية دي بتبقى معقمة لأقصى درجات التعقيم، خالي تماما من أي بكتيريا. وده عكسك أنت يا صاحبي، لان بصراحه جسمك كله مليان بكتيريا، بس كل دي بكتيريا بتبقى نافعه بتساعدنا في حاجات كتير. البكتيريا مثلا اللي على الجلد بتساعد في ترطيبه وفي نفس الوقت تهاجم اي حاجه داخله غريبه عليها، ده غير بقى البكتيريا اللي في بطنك والبكتيريا اللي في بقك والبكتيريا اللي في ودانك وكل حاجه وماشيه بنظام. مثلا يعني البكتيريا اللي في بطنك دي بتاخد منك وبتديك، بتاكل من الاكل بتاعك دوت بس بتفرز لك بقى فيتامينات وحاجات زي كده كتير. البكتيريا مش كلها ضاره، مع انها برضو البكتيريا دي هي مسؤوله عن اكتر من 100 نوع من الامراض. بتسيب بقى الجهاز التنفسي والجهاز البولي والجهاز التناسلي والجهاز العصبي، حاجه كل حاجه يا زميلي. الطفل بقى وهو نازل من بطن امه بيفضل يخبط في جدران المهبل عندها، او حتى لو طالع قيصري اول ما بيخرج من جسم امه كده بيفضل بقى ايه، يلقط شويه بكتيريا من هنا ويلقط شويه بكتيريا من هنا ويفضل يتحط هنا شويه، حد يجي يشفط له وحد يجي يعمل له مش عارف ايه، طول ما هو ماشي في رحله الصعود بتاعته من انه يبقى رضيع لحد ما يكبر ويبقى طفل، وهو ماشي عمال يحاول ياخد بكتيريا من هنا وبكتيريا من هنا وبكتيريا من هنا. وكل ده ليه بقى؟ عشان يكون حاجه اسمها البروبيوتيك بتاعته، او البكتيريا النافعه اللي هتبقى في امعائه وهتبقى على جلده وهتبقى على كل حاجه في جسمه حرفيا. وليه بقى المفارقه العجيبه ما بين ابن حارس العقار وما بين ابن صاحب البيت؟ ابن صاحب البيت تقريبا اول ما بيتولد بيفضل بقى يقول له بس يا بابا، كخ يا بابا، ما تلعبش يا بابا، محافظين دايما على البيئه اللي حواليه. لكن ابن حارس العقار، الحارس يا عيني عمال طالع متين اهله رايح جاي طول كل يوم كده في السوق وسايب الواد كده هو يلعب في حوش البيت.
الواد بقى يلاقي اي حاجه يفضل يحط في بقه. وطبعا انتوا عارفين ان الاطفال مفيش حاجه بالنسبه لهم بيستكشفوا بيها الاماكن اللي حواليهم غير بقهم. لو طال يحط لسانه في الفيشه كان هيحطه، بس هو لسانه مش رفيع كفايه. فسبحان الله، يعني انا مش عارف اقول لكم ايه دلوقتي. اقول لك سيب العيل يلعب براحته ويخش ويجي ويطلع ويعمل اللي هو عايزه، ولا اقول لك حافظ عليه؟ ما بقتش عارف والله يا اسطى، ما بقتش عارف. بص عامه، يعني اللي انا عايز اقوله لك ان ما تفرحش بالصابون اللي بيقتل 99.9% من البكتيريا دوت، لانه في الاخر ما بيوديش لاي حته خالص غير ان الطفل ده بيطلع مناعته ضعيفه. بجد والله دي حقيقه. بس انا بقى جايب لك الحل، بما انك غني يعني كده ومعاك فلوس، ففي حاجه اسمها بروبيوتيك ممكن تجيبها من الصيدليه، او حتى لو مش معاك فلوس يعني، لان الموضوع ما بقاش غالي خلاص وبقى متوفر كده في الصيدليه. ودي بقى بكتيريا نافعه كده نقط، فاهم؟ تاخد منها حبه وتديها للواد، تاخد منها حبه وتديها للواد. وطبعا البروبيوتيك دي حلوه جدا 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 لصحه طفلك. عارف انت لما تكون البروبيوتيك دي موجوده في الانتستين ايه اللي بيحصل، او في الامعاء يعني، الولد ما بيجيلوش مثلا اسهال وبيبدا يمتص كل العناصر الغذائيه اللي موجوده في الاكل. لكن بقى مثلا لو الطفل ده خد مضاد حيوي مثلا ولقيت ان الموضوع ابتدى يجيله اسهال، ده بسبب ان المضادات الحيويه قتلت البكتيريا النافعه والبكتيريا الضاره اللي في جسمه، ما قضيتش بس على البكتيريا الضاره. ايه اللي بقى بيحصل؟ لازم تعوضه وتديله بروبيوتيك. البروبيوتيك ديت يا زميلي حاجه كده يعني افضل ان هي ممكن تتاخد من الطبيعه، لان بصراحه لو ادينا للعيال كلها نفس نوع البروبيوتيك ونفضل نديهم نديهم نديهم، العيال كلها هتطلع عندها نفس نوع المناعه. طيب لو جه مرض جديد ايه اللي يحصل؟ هيأثر في كل العيال دي. لكن بقى لو احنا عندنا كذا نوع من البروبيوتيك وكذا نوع من البكتيريا في كذا نوع من الاشخاص، هيبقى افضل بكتير، صح؟ تخيل كده معايا، يعني انا مكون مناعه ضد حاجه وانت مكون مناعه ضد حاجه. فبص، مفيش احسن من الطبيعه اللي خلقنا عليها ربنا. مهما حاولوا يصوروا لك ويخلوك تشتري وتبيع وتاخد وتجيب من هنا وهناك، لا، ما تبقاش مستهلك. ربنا عمل لك كل حاجه تقريبا. ففي الاول وفي الاخر القرار قرارك. انا قلت لك اللي عندي وده المفيد بالنسبه لي. شوف انت عايز تعمل ايه. قدمته.